تجمع ثوار مدينة إدلب هو إلغاء الفصائلي والتشتت بين الثوار إن كانوا أو مجاهدين، والانصهار ضمن بودقة وحدة للدفاع عن مبادئ الثورة ومتابعة مسيرة الكفاح المسلح ضد نظام الأسد وعصاباته المجرمة في البلد، وانتقام لشهدائنا ودم شهدائنا ومعتقليننا في سجون النظام، والمطالبة في حقوق أهالي مدينة إدلب وما سلب منهم من حقوق في هذه الثورة بعد التحرير. ظلمت مدينة إدلب ونحن بنرفض الظلم بكافة أشكاله، ولن نعترف بحدود تلغي الثورة أو تحفر قبر الثورة، لأن الوقوف في المنتصف الطريق هو إعدام وانتحار. المجلس يطبع لأبناء المدينة حكما، ولا ما في أي جهة ثانية يطبع إلى المجلس، إنما يطبع لأبناء المدينة. كل أبناء مدينة إدلب العسكريين من ثوار مستقلين أو تابعين إلى الفصائل المختلفة سينصهرون ضمن نواة مجلس عسكري موحد تابع للمدينة، وبإذن الله تعالى هذا المجلس سيكون هو الذراع العسكري التي تسعى إلى تحرير باقي مناطق المحافظة التي تم احتلالها مؤخرا من قبل النظام، وإلى السعي إلى الاندماج مع كل أخوتنا في الثوار والمجاهدين والمناضلين في باقي المناطق المحررة والغير محررة إلى تحرير سوريا بالكامل من أيدي الطغاة المجرمين والمحتلين الروسيين. الأستاذ عبد الرؤوف عبيد، الأستاذ أيمن أسود، الشيخ أيمن محسن.